بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، نظمت وزارة الداخلية بحضور معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة استعراضا ميدانيا وجماهيريا بمشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية والفرقة الموسيقية للشرطة وشرطة الخيالة بالإضافة إلى الدراجات النارية. وانطلقت الفعالية من باب البحرين بمحافظة العاصمة وصولا إلى قلعة الشرطة وسط حضور متميز وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين معبرين عن تقديرهم لشرطة البحرين وامتنانهم للجهود الأمنية المبذولة من أجل حفظ أمن الوطن وحماية الأرواح والممتلكات، كما أعربوا عن إعجابهم بالعرض المميز ودوره في تعزيز روح المواطنة والولاء لدى أطياف المجتمع.